مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان. أهلا بك معنا أستاذ فضل. هنالك موضوعان، سوف أبدأ بموضوع عرقلة النظام لوفد من الأمم المتحدة للتحقيق بشأن استهداف طبعا قافلة الهلال الأحمر مؤخرا في حلب. هل هنالك خيارات أخرى بالنسبة للأمم المتحدة إذ كانت تستخدم روسيا وإيران للضغط على النظام ونظام لم يقبل بإعطاء تأشيرات لدخول هذا الوفد؟ لا، يعني روسيا وإيران هي يعني تدعم موقف النظام أنه لا يقبل وليست ستضغط. يعني هذا الفهم يعني هو فهم مقلوب، أن روسيا تضغط على النظام من أجل حل سياسي، روسيا تدخلت لتضغط على النظام هذا فهم مقلوب. لا، روسيا تدخلت لتدعم النظام، روسيا تدعم موقف النظام حتى لا يقبل بدخول اللجنة، لأنه دخول اللجنة يعني انه هي ستثبت على النظام بشكل يعني اكثر، هو مثبت يعني، لكن ستثبت بمعايير اللجنه نفسها، يخرج من قبل اللجنه نفسها ليس من قبل منظمات اخرى، من قبل هي اللجنه تحديدا، انه النظام متورط وروسيا شريكه للنظام، اذا هي متورطه، وايران طبعا شريكه فهي متورطه. وبالتالي هو لن يسمح بكل تأكيد، وروسيا تدعم حتى تكون روسيا هي المتورط الأساس، لأن هنالك كان اتهامات أمريكية بأنه هاي الغارة كانت من قبل طائرات روسية. بس أنا أقصد هنا، هل هنالك خيارات أخرى لدى الأمم المتحدة للتحقيق في هذه الحادثة بالذات؟ نعم، يعني هي النقطة الأولى، أن روسيا هي تدعم هذا الموقف. الآن النقطة الثانية، هناك ثلاث نقاط. النقطة الثانية أنه هذا الشيء، أن النظام منع كل لجان التحقيق وكل المنظمات الحقوقية من العمل في سوريا. هاي النقطة كثير مهمة، أنه هذا الشيء بينسف كل ادعاءات النظام أنه هو ما عم يعمل شيء. هاي نقطة كثير جوهرية بعمليات التحقيق. نظام مصداقيته معدومة، يعني هذا بيحاول كثير يروج له، والبعض بيتاخد فيه، حتى يعني بعض الشرائح اللي هي فينا الموصوفة بالرمادية أو بالصامتة أو بالما إلى ذلك. هذا اذا النظام عنده واحد بالمليون هو متاكد موقفه، بيفتح الباب بيقول تفضلوا. اول شيء هو منع وسائل الاعلام، معناته هو عم يكذب. ثاني شيء منع لجان التحقيق الدوليه من 2011، منعها من الدخول. وبالتالي هذا الشيء هو عمليا بيصب بمصلحه الحراك الشعبي، بيصب بمصلحه الانتفاضه كلها والثوره ضد بشار الاسد وضد نظامه، لانه هذا بياكد انه هو متورط، هو في اشياء كثيره يعني يخفيها. وبالتالي هي النقطة الثانية. الآن ننتقل للنقطة الثالثة اللي سألتي يا حضرتك، هو ما هي خيارات الأمم المتحدة البديلة؟ في الحقيقة أنه الأمم المتحدة، نحن من وجهة نظرنا، وحكيتها أنا مع زملائنا في لجنة التحقيق، وحتى بعض الدول أيضا طالبت فيها، أنه تدخل إلى المناطق اللي هي خارج سيطرة النظام. يعني هن بيرفضوا الدخول، بيقول لك انه نحن بدنا اذن، لانه هن ما زالوا بيعتبروه دوله حتى الان، وما زالوا بيعتبروه انه هو مسجل في الامم المتحده وما الى ذلك، هي الامور البيروقراطيه. لكن انا برايي انه هذا خيار جيد، انه خاصه انه هي المناطق هي عم تستهدف خارج سيطره النظام، بتدخل لجنه التحقيق وهي بدها عينات وهي بدها تزور المناطق، وبيتم التنسيق مع يعني مع المنظمات الحقوقيه وايضا مع يعني نشطاء، وبيتم تامينهم بشكل يعني حتى غير معلن، حتى يعني الفصائل ما بتدخل فيها، يعني بيدخلوا كاشخاص عاديين وبيقوموا بالتحقيق وما الى ذلك بشكل غير معلن في المناطق اللي هي استهدفت. هلا هن بالحقيقه بيقوموا بالتحقيق، بس بيحكوا مع ناس عبر الهاتف او عبر السكايب، هي وسيلتهم. لكن بعض الامور بدها تحقيقات ميدانيه وبياخذوا شهادتهم، بعض الامور مثل هي بدها زيارات ميدانيه. فنحن عم ندفع بهذا الاتجاه، انه هذا النظام هو فاقد للشرعيه وهو عم يمنعكم من 6 سنين، يعني لازم يكون في انه تحرك بديل. هن لا زالوا عم يرفضوا هذا الشيء، صحيح، ما زال حتى الان هذا الامر بالنسبه لهم مرفوض، مثل كأنه ما في آلية يعني واضحة، خاصة بأنه النظام ما عم يتجاوب بأي شكل من الأشكال، وبموضوع آخر ومهم ولعله أكثر حساسية، موضوع الملف الكيماوي. لأنه اليوم سمعنا كمان تصريحات، لكن بدي أسألك عنها، موضوع التضارب والتناقضات في البيانات اللي حصلت عليها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بخصوص
يعني انتهاكات النظام الكيماوي. دائما بنشوف تصعيد بهذا الملف، بعدين بتهدأ الوتيرة، بنرجع بنشوف تصعيد مرة ثانية. هل هناك بالفعل جهد يبذل بهذا الإطار، أم أنه فقط نسمع تصريحات وبيانات حول هذا الموضوع؟ لا، هو النظام مثبت انه استخدم الكيماوي باكثر من 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 مكان. يعني هلا في لجنتين، هن في لجنه التحقيق الدوليه اللي هي بتاصدر التقرير، وفي لجنه نزع الاسلحه الكيميائيه اللي هي مختصه ب انه هل تحقق انه النظام استخدم الاسلحه الكيميائيه ام لا، وهي حققت وقالت انه استخدم الاسلحه الكيميائيه. هلا هي بتطالب انه تدخل لتحقق بنقاط اخرى، فاذا هناك جهد مبذول. يعني ليست من السهوله، نحن هي يعني نظريات المؤامره وما الى ذلك، ليست من السهوله تعويم النظام او انه هو تستر على جرائمه حتى لو كانت روسيا داعمته، مش بهي السهوله ابدا. يعني النظام صحيح هو النظام الدولي يعني تعبان وعنده امور مجعلكه وفوضويه، لكن في جوانب اخرى يعني ما عاد من السهوله ابدا انه النظام يعني غير متورط، خاصه بملف الاسلحه الكيميائيه. يعني الامر مثبت بشكل كبير كثير. انا بدي اتشكرك، بدي اتوقف معك عند هذه النقطه لان وقت انتهى وبدنا ننتقل مباشره الى بروكسل. بدي اشكرك على مداخلتك فضل عبد الغني، مدير شبكه سوريا لحقوق الانسان، عبر الهاتف.